خلوني نرجستين إنه حال إيش يعني وحال هويدا شن عروه بلاده هويدا هل كان يسعتها هرت كل عائد بيها لو ضبط تكون يعرف مر كان أفريقيا جينو أنا كما يوروبي أسكرينا قطر بأسكرينا ملينا هوي كستورت مر كان لندن كبيحس دكان كبعمله تيجي جلاس يدا السمر كان لو قدر عروه لبا لبا جلاس أيه لو سيجده وحال لو سيجده كوفياش لقشته عنو كستن عاجس ودي بس يتاول أنتوا جيت كسعودي وحال هذا دس كسان كخرسة بيها الديهادريشن يسونه لكم مركا وعلى مذاها نلوق قرتو مركا دت كخرب الجوج مركا سوماري تجعل لوق قرتو حكم هذا ويل كسع عقب وته تاول يرنق عنتو كوتا كوفين وقشية هو يد أنت سعته صدح أري أما شر عر أو يريس أيه ده بس عنك كي بوينا كي كحجي كي كلا ساسس كده بتاعين مركا دت كهرجيس الجوج حدها وهم حمدا وده صفن وسيد الجيل مركا جيلك إن كان رتيق أول مركا إن لينك لجري كوا كان وايد أبو سعد جرف 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 جيل اسمه شو تجا يا ليدر كاسير عاي هو يدا يا سعته بس جرم جري شمت عرور إذا شو يدا بتاعي مركاسة وارس ويدي هرجيس حلو وروام حارق عن إسد بتاعي بس مل هوي الماهد أنت لبنا قعدت كوا خمسة طلبات كلنا أدليس أو كودر وسعدان لكن السفكي إسكول هذا اللي بجلا إبراهيم إسكول كا أي هو يد إيد أنا لخبصة المه لخبصة من كل صف على جرات ترام 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 حلا وركون وكل خرب جوج إذا كانوا نقر حسام تذكر الخرب جوج وحلا ربع هذه الشيء وحنا لقونا حاجة ما كان تجنو حلا وحنا حزب هادس نين كست كرسي جس بلوج أو مش أي فارح وصوصار كرسي جس قف كست بدونه قف كست الصومال وحربا إنه نخدم مدن البرلمان أو سد حد يسكون أفرتين يسكون بين بين وقعنا لو لا دعية لا دع موشن لا سمعي مركا قف كست أو يوكا يكونوا أما مريكن كجوجا أما سويدنا أما كل قرب جوجا هذا وحنا الله برتي هنا كرسي هذا سندول كوتاجنا أما سومالي لأن هاتجو أما سومالي ذكر هاتجو مركا أنا جا وجهي سكفيقنا مركا هل كانوا عرنا مركا إن خبوره هنا عندي بنو أفرتين وكون مركا عندي منو وحوي وحيابها السودان وحيابها أدكم مهم كوا مركز الصومالية عد كينا أدب مهمي هبينك حالي كنت ودك أن إدريس كو حكا دعي وائدين شاي دادك مسلمين تو أحس بقالي بركة كجو أي عد كودوا أو أقض ما هبينك أن عاوة وداد مدح بنان لأن أقول سيّة هاي independent هنا أو جيدا independent على مدى سيوتان أو جيدا لأمالينا واكا لابا بقول إيا سيديد إيا التبن أي هلين سديت إن التضابط كرسي عصب يكون بوليستين أدري وكوس الله من يا باشا الله ما قع يقوم بحي وحيد وحان ما قع يقوم بحي هل يسو الشيء ما قع سمالا لو يخان عرورت مركة إزدى بتاقيه المركة سيدا أريق وكالي لو صفر عيال قرب جوجي سمرك أدو جعلي دات كرير وخويق أنا جينا داودا واي كل صفا كجرنا بكسو مقالة نبذيد وان مقالة عرورت سيدا أريق وكال انت اسكو دابا ديكتو هاي اسدب سعنا اس مغدشة عرورتها مس دابا ديك كرت ساحب هادات شنطة عرور اسدب ديكتو مغدشة كل حلوين انا سدح قرحة بكا قادنا هذيك حقا لوين لك كوب يدن بينا كاهر ان موغان كرت ترينك قدال دانا لك قوسنا لك هرقيس الشنطة عرورت مع الاديق اللح واد لوين يسين هالمر واي وادون اسكنا بدا بوق مجر ترب ترب كرب 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 وعليس دا بتاقنا عنه مركا ما قحل إيسو شين كل يددك اسمالا دد با قيل قرنا يعني كل قيل مركا لإسكود دا بحيرو وحلو يقان ايان عاور هادنا كان اقوهري كل كل يا بحيرنا قلب 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 انت كلويس مركا هو يدان اوكيال مدوبي قدتي دوكان كعانكو برامر لهاي او لو تلقل ددك دخالو اسك قلب قلب عشان قلاص لقى قدنا عشان تاسي قلاص على خادنا سبحان المديك وبيحي بريتو ضدك الصومالي جوغنا واحد تهريبك وكان أنا قول شو بسنترا ده وحاول قولي أنا صورة وخروح بدنا حاجة سام الدري أنا كل قلب قاعد كاعي بوك قفك السفر دينا إنه صار ونوبة إيه أنا هست مركا فضلا يوروبا بتجوغناي عدد كينا مهم هذا شل الباب إذا لسك سوق راعي حسبك السفر كلي أنا قلنا الدار ما ويدي سهل سؤال وراني أنك دور تعاو أنك سعودي محمي وهم حاليك فائدة ذا عدو أنك وخب شين كان مدوني وان شخيستان لكن سي محا أنك
iga kaaso kordhaya xisbigan hadaan ku doorto kuwiishan wanaagsan way guriga deganta waa consul inaad iibsataad u baahan tahay waxaad u baahan tahay consular aad u sheegan karto ama mb mudane baarlamaan aad ku dhigi karto war guriga aan deganahay ee consulka aan raba inaan iibsado laakiin waxaa lagu khasbayaa in aan bangiga tago oo lacag mortgage aan qaato oo haddiiba aan mortgage qaadanayo way aan xaafad wanaagsan aana guriga aan kaga iibsado aan ka iibsaday la gorgortan laakiin albaabka laga furaa waa qusli markaa don't laugh for them tell true waxaan idina idin sheegaya qof kaarkan wata example oo example maalmahan waxaa waalan community shirkadaana waalan community faallahay oo internetka jidkay kuu taagan shopping centrada taagan waxaa lagu leeyahay oo internet very cheap ahayna 20 baan waa lagu leeyahay ummadda soomaalida waxaan ku arkay marka hooyo kasta ama aabo kasta waa loo qoslaa qofkii wax kaa iibinaya ama ayaa u qoslaysa qofka markuu arkay inaad qoslayso wuxuu dhahaa bis oo qoftan godka kuu soo gal qof kastoo qoslaya de waa lagaa seexanaya dhag laakiinse markuu qofka uu kusoo hujuumaya wuxuu ku leeyahay excuse me internet free bahayna very cheap way gurigaaga sabiidkiisaan ku kordhinaynaa 20 waxaa u qorsoon adiga shirkada ma garanaysad already adiga bt aa tahay ama ee aa tahay ama toktok aa tahay oo intaasoo sana ku jirta laakiinse ninkan wuxuu doonayaa systemkaas inuu ka xayuubiyo asagoo kusoo gashta maalinta warqada siisadna ku dhamaatay marka sababta aan habeenkan caaba local consulka aan soo qaatay electionka kii weyn ayaa soo socda already conservative karbaasha ku dhacay si wanaagsana loo karbaashay karbaashkan ka weyn uu kusoo socdaayo waa baarlamaanka mb ama madanayaasha baarlamaanka codkiina soomaaliya iibsada markaan ku dhahay don't think in ban lagu siinayo waddanka laalosha ma jiro black mail lama ogolo maalintaad ban isku qaadaysad waa lagu soo xiraa maalinta akoonkaaga wrong money aad ku shubtid halka uu kaasoo galay ayaa lagaa doonaya marka aan leeyahay codkeena ha iibsan waxa weeye danaha aad sida gaarka aad u leedihiin oo ah dhanka housingka dhanka caruurtan oo iskuulada laga soo ceerinayo caruurtiio maxaa lahay success aanan waxbarashada noogu noqonaynin caruurtiio aanan apprenticeshipka xitaa aanan heli karin waa soomaalida caruurteena oo jaamacadaha first year markay dhigtaan iskaga soo cararaya waalidka soomaaliyeed oo ku qasbaya caruurta inay waxa iyaga ay doonayaan ay bartaan maxaa keenay inaan caruurteena ay waxbarashada aan ka seegseegno de waalidka waxa ay doonayaan inuu wixii isagu uu doonayay inuu barto hooyo kasta aabo kasta soomaaliyeed waxa ay ku leeyihiin dhakhtar bar war waddan wada dhakhtar ah yaaba u baahan waddanka injineer buu u baahan yahay waddanka uu burbura odayaashan hadda waddanka haysta waa ay sii socdaan kulligood waa la socoteen kulli wada tablada ku socdaan kulli waxaa waa la jajabsan yahay kulli indhihii baa eber ah new generationka aan halkan aan ku korinayno waa kuwa mustaqbalka wax wada tiri doona dhulka waa hadday wax bartaan laakiinse haddiina la dhaho qurbajoogii waalan oo kuraasraadiska ayaa soo socda war kursi uma baahnid haddaad shaqo wanaagsan dhulka aad ka hesho rag badan ayaa intay london ka baxeen educated ah oo jaamacada ku dhameeyay waddanka ayaa muqdisho waxay ku shaqeynayaan 5-7,000 dollar amonth anaa garanay walaa inaana ba idinkaga sheegay rag soomaaliyeed oo injineer bartay rag soomaaliyeed oo macalimiin jaamacada gaaray ayaa intay halkan ka baxeen waxa ay tageen muqdisho jaamacadaha ugu waaweyn muqdisho ay ka shaqeynayaan 5,000-7,000-10,000 amonth la qaadanay london ma ku qaadanay no kuma qaadanaysa london maxaa ku hortaagan eshiyan hore wax u bartaa waddankan jooga manobale wax lahaa jiro qof walba qofkiisu shaqada geysanaya ee wiilkaaga iyo gabadhaada ku tababar in ay wax si wanaagsan u bartaan si markaas ay caalamka ula tartamaan asxaabay wararkeena national international habeenkan caawo ah waxaan kusoo gebagabeynaya in ugu yaraan 90,000 oo qofood oo qaxooti ah waddankan britain ay ku nool yihiin 90,000 oo qofood bulshada ayay ku dhex jiraan 90,000 oo qofood qor dowladda waxay u qorshaysay in loo dhoofiyo dhulka ay hore kaga yimaadeen ama la geeyo waddanka ruwanda biilkii waa la saxiixay oo dowladda lacagtii lagu dhoofin lahaa waa ay diyaariyeen dhibaatada ugu weyn haatan taagan waxaa weeye
waxa ay qoloyinka immigration ka waxay ku soo qaban karaan oo kaliya iyagoo tib hela waa maxay tibka iyagoo markaasi goobaha laga shaqeeyo ay ku qasbeen in qofka sharci uu haysto waa inuu sharci u haystaa qofka markuu shirkadda lagu qasbo liiraad haddii uu ku shaqeeyo qof aanan sharci usa haysanin waxaa shirkadaasi la ganaaxayaa ilaa iyo 3,000 oo baamka lacagta waddankan Britain waa ganaaxa koowaad haddii qof labaad lagu helo ilaa 10,000 ee maxkamadda ama shirkadaas oo marka albaabyada loo laabayo shirkadihii waxay bilaabeen markaa inay informationka ay gudbiyaan qofka dusha sharci haysan wey hogaamiya xisbiga Labourka ayaa waxa uu sheegay hawsha ugu adag ay sameyn doonaan iyaga in aysan wax ka bedeli doonin go'aanka legislationka oo la sharciyeeyey oo aanan dib loo rogi karin oo ku saabsan arrimaha qaxootiga dadka waddankan Britain sharci darada ku jooga iyo kuwa badaha kusoo galaya durbadiiba dareen aad u wanaagsan ayay dowladda ay muujinayaan oo ah dadka doomada kusoo galay waddankan Ingiriiska waxa ay bilaabeen in ay aadaan Noel Island oo ka mid ah boqortooyada waddankan Britain kadibna ay u gudbaan Republic of Ireland oo magaalada madaxdooda ay tahay Dublin dadkaas halkaasay bilaabeen inay iska dhiibaan laakiinse durbadiiba Ireland waxaa ka bilaabday kacdoon bulshada ku nool waddankaas iyagoo markaas leh already we are full waan buuxnaa ayay leeyihiin waa Irishka waxayna ka codsadeen in wasaaradda arrimaha gudaha ee Irishka ay dadkani dib ay ugu celiso Republic of Ireland laga soo wada dib loogu soo celiyo Irishka boqortooyada ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Ingiriiska durbidaba waxa ay sheegeen in dadkii ka baxay waddanka Ingiriiska oo doomanka ku soo galay sharci daradaba una gudbay Republic of Ireland in aysan dib aysan ugu soo laaban karin waddankan Britain iyagoo sheegay in ay guddo qorshaha dowladda haatan waddo ay tahay in 90,000 ay qofood ee dadka qaxootiga ama sharci darada waddankan Britain ku jooga dib loogu celin doono waddamadooda iyo waddanka Rwanda haatan waxaad moodaa in sheekadii ay badagtay oo ay dowladda bilaawday in ay markaasi goobaha qaarkood ay dadka ay ka soo wadaan iyagoo ka tiraysan lana geeyo xarun weyn oo ku taala garoonka weyn ee Heathrow oo ku yaala magaalada London goobtaasoo ah goobta dadka la tarxiilayo waddankan Ingiriiska la geeyay dad badan ayaa waxay isleeyeen Ingiriiska wax lama tarxiilo Ingiriiska Sacuudiga waa uu ka daran yahay haddii la eego dhanka tarxiilka waddankan Britain aad iyo aad ayaa dadka loo tarxiilaa iyagoo dadka inta badan ku qabsanaya marka goobaha shaqada la joogo ayay soo weeraraan goobaha shaqada kadibna ay ka wataan qofkaasi dib hoygiisa looma soo celinayo qofka waxa ay durbadiiba ogaanayaan sharciga oo waddankan ku jooga marka fadlan wararkuwan ka horeeya aad baan idinkugu soo socodsiiyey haddii aad tahay qof ku nool waddankan Britain haddaad doon ku soo gashay iyo haddii aad tahay dadka Yurubta ka soo galay oo sharci darada ama residency-ga aanu waddankan Britain aanu ku haysanin fadlan iska eega inta aysan xaaladdaadu aysan adkaanin aad iyo aad ayay muddooyin maalmihii dambe u shaqeynayaan oo ay runtii ay u ogaanayaan shuruucda waddankan lagu joogo waana go'aankii ugu weynaa oo referendumka waddankan Britain loo sameeyey oo ururka midoobay ee qaaradda Yurub ay markaas ay kaga baxeen waddankan Britain marka fadlan haddii aad tahay dadka Yurub ka yimid oo siiba dadka 5 sano la siiyey iska eeg xilliga uu ka dhacayo sharcigaas waxaad u baahan tahay in aad apply gareyso oo aad dalbato mar kale 6 bilood ka hor inta uusan sharciga uusan kaa dhicin hadduu sharciga kaa dhaco sharciga waa uu ku qabanaya mid keliya oo la socda dad badan ayaa haatan runtii aad iyo aad ay dhibaato ay waddankan ku haysaa oo Yurubta ka soo galay dadkaas waxay sheegayaan in goobihii ay ku shaqeynayaan shaqadii loo diiday lana weydiiyey residency-ga waddankan ku shaqeynayaan hadduusan haysanina in uu waddanka iska dhigo su'aashu waxay tahay marka haddii airport-ku qofkaas uu ka baxay ma la ganaaxayaa oo sida carabta oo kale ma la weydinayo maalin waliba inta aad lacagta waddankan ku joogtay mise qofkaasi waa la xirayaa labadaas wacdana ilaa haddana marka insha Allah waxaan isku dayi doonaa rag Soomaali oo iyo dad Asian oo dhanka immigration-ka aad u yaqaana inaan arintaas aan ka yara wareysto
كدبنا إذا لو ذا قواي جوابت إنه وسوا دق دق مو ناك سنة إن شاء الله وحاس كده يدونا أنا سجار أرنتان وإيجو إن قف كستان وسك إيجو حس لين سجار وردن كان يأكل شوفت إن هذا شن سنة تا يهدي عندنا واي وحبة اسم بدري كره وحيابها الشروع ذا إيه قف كشرعي قال الله قا عشان كره محاكمة ذا سيب دتك يروح توحد سودان إسكا إسكا وإن إسكا إلى عليه قف كوأنه شقيستا قف كوأنه بنك استدمنت يسوع هذا واي والوسو ودنا last five years ودي يدون يونايتد كينغدم وحيابها سو إذا لو حاجة كميتها مركب أبجريد كأسمين الشرعي قدب وتوس سجوني سنة سنة استمرك فضلا أريمها السودان إيش وإنا تقايسا أدب مين متاه إن قفكو لب حتى هذا بريتش تاي أما هذا تاي دتك قحوتيجا ليف ترومين كودن كانوا كجوجا فضلا هاي اللوبن شرعي جا ودن كانوا كجوجت هذا ليف ترومين كا أو هاي ستة تين يرس كا حلي قال عزبون السنة دت بلا بلا بس اللصية ساسو كلا سجن وائل عزبون السنة ود مين ليف ترومين ليف ترومين معناه ذو حاوي وقت حددا أيات ودن كم كنا لا كرتا مينس ودن كاجا أيات واحد مودا إلى النبضي أي كتالو سدا سدرت هذا وأن كمل كار هدو إلى نصيب كوي على إن أتقصي نولات يونايتد كينغدم لاير كاجا أتجلس الشرع السدا يكو أبلا جرينه مركزه هذا تعدد كليف ترومين كم هاي است إسك إلى عليه أنتو الشرع يدين كل عن لو يريدين الله حريرة كديمنا شرع على السيدة هذا مركز السوء هذا أتعدد كيوروبيان كهذا شنت السنة اللي بسي بي كيرفل كأهو لح بلا تكهر أنتو أصل الشرع كده عن سيد ديار صوح يابها مهم كا إلا قد دوني يقف ك final five years كي أتكون ولد ودن كان بريتن وحي أت خبنيسي هل كأت كل شقينيسي إنه لش هذا السيدة هي أنا ما صيد روح هيدين كوه الشيء واجو بابن أوكلية وحلو بهاي هي إن أيسن كرباشك وسن كوجود إن أو سمالي ذو حيلان بيو أنت أيسن كسو غير أيال إسكام وصامر كا وان وانو يور علين أصحابي إله سبحانه وتعالى وحان كبرينا عليس كجراء دنك نولشا سيب الدد كين الصومالي ذا يخور بجوغ إنو إله نغض القاضي إن أولاد دين أو رمتي إنت بدن والدين تو إي عبادة يان إي عرورت إيك عبادة يان إنو إله سبحانه وتعالى أولاد داس أولاد صالح نوغل يغو إله سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنتين حنون سن حنونك إنو إلهي كد الخاضي إنت عافماتك قبتا عافماتك وكرديو إله سبحانه وتعالى وحان كبرينا إن عرورتين علمي وفضو ذا يا رب إله سبحانه وتعالى والدين تين إنو كدوكو إيه سكوحنا نجا خد القادة بربركة جورك الصومالي ذاك نحتاجن أورنتي أي نقطة مثل غفانو إن جريا أي بربرة سبحان الله جريجو بربرة وحاي كلمت عادقو مسجد مسجد مركا أري ما هاصو إذا لوحلو بعيا صومالية إن أنا حساب تنو إن أنا رنتي أنا لش السيدة قلنا أنا أفهمني إلى سبحانه وتعالى نجم ذوب يا رب إلى سبحانه وتعالى أنت لما ته إلى ونحرسته إلى سبحانه وتعالى وحن كبرينا أنت قبورها كجورت إنه قبورها النورية والدين تينو إلى إلى سبحانه وتعالى ونحرسته إلى سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنه السون كينا الصلاة دين السجود دين الركوع دين القنود دين الصدقة دين إقر كينا أنت إنه إلى سبحانه وتعالى ونرجع قبول يا رب فضلا مسجد كان يدين صوت شيغي أفر الباب أيهونتي لما يسترنا لك الدنيا هل الباب أنا قاتي أنا إذن كوغو ليدر إذن كوغو نقنية وبيت الله سد حذا الباب أي دمن ما بدها هاي أب الصومالي ذا هو يصومالي ذا مسجد كان النور لما يسترتي ورنتي قيب وين كخاد قاتي الملكة سد حوالي أهل خيرا سد حذا سأل الباب هكا الخاتم كان أفرد أنا دي قوكتين واي مرك الشيء اللي سميره ليدر على الباية إن صدق هذا لب لو كورت وإنا ديو إنا إذاك إذا ودي بقى مرك أفر الباب ما دام بلطنا هاي أنا الباب ككوبات خات وحرب السد حذا هو يوجي سياشة ده رج وامله يا بنا رج وحملنا مسجد كالنور أنت عم بلا بس سد حرجة يا بس ميل برهان الله إله حافظه أي أهدو حسوسته أبا برهان لي رادو إله بركة أي قيب وين كقاعدة يا أبا كلا سلنا بقل دولك لكن أنت كلا أو مسجد كاسي لديري أو رنتي إن عيل كلا قضي أو قبل الصومالية أو رغلان دان إليبتي رنتي وحاسو إذل أصحابي هو يصومالي ذي إلهي ذي بركة إلهي سبحانه وتعالى رنتي الصومالي ذيكو إذن إذن كدلي واو خوي ذو واتن دهب شيل تاغا واتن تاج تاغا واتن واحد درتا فك بدنا هيك عريسنا هنا إن من شلة اللي يوم ارتقاها وحال الله هاي ورسالهم دور رج بدنك كوكلا وأنا محب لي كل يعني أنا رونتان شجع ده واحد مصدق يا ستي مساجدك مركان تقلو مساجدك الصومالي اللي
هل قدودك قادنا أي مركو جمعة هذا أبا الصمارقة قدود قادنا قدودك حاجة جدا ما لها دكتة أنت سهب الوح مكور إذا عمل يعني عاج وحل ورده قعنتو سجلنا بكحبت قدود وطورة إلهي إدين بركي إلهي وحوج علي قفك قعنتي سفرن رجين الصمار هذي قعنتو ثفر الهاين والله العظيم وليس فضنا لما أعبه له لوك هو إذا الصومالية ذو وعي تاجنتها يذو تضبع عنق ليش السديد عنق ليش ما شاء الله وعي تاجنتها الحمد لله هدي حنوصة الشقيني هدي عارف ما خبت الشقيني المهي ذو الشقيني جرجي ذو الشقيني حتى كوبي باك هم أها يذا بيلو درس يلا إيجن هلك أما الله بذا أب وحدي بيا يلا إيجن ماشان برسنتج على إيجن 85% دتك العك تحويله وهو الصومالية إلى هذه البركة تحسن كنتي إنه هو يوينك الصومالي ذا أي أدوك أي كل يبانا وهي ذهب كوذي قدن مساجده كوذا بسان رقب هنوغ ديلان مساجده بسان لكن سأدليس إلهي لنكي سوحا وياله إنه نفته ذا أي أهرته إنه بيت الله يدستا شرف عزة وهي الصومالي إلهي حفظ ملك استكناشا لولك هوية إيه قرباه قرباه ويب الدران تبقى سوح ساعدة ما بلها إذا سكولك جينيس برايمري إذا دوكسيسر جينيس إذا جامعة دمركو آد الدبا تاقن أو جامعة نو بيريه استغفر الله ها مشكلة عوية مشكلة ما أهان تربي قعنتها لوشي لأصحابي وحالي قير حلقي قراها يالس لين سالم كريجي سوح بوخو يا صاحب ما شاء الله اللي صعدها قراها لشي دوه قراها لشي without sugar حيلي قانو كل السمر كودن كان قراها آدو بوحا أخلي عليه يا شاء الله في سدرينك إسكدا مشين كي قلي أكو شيدو مشين هذا آدو رخوصو إيهن هاتن عبتان كاق عليك السميسو مركا شخد آدو إسكنا ورسيقا هذا الشاه سكر تكنص ودن كان دابيتي قيا كوبا تدتك آدو قل دريهن وأنا مد أوه رئيس الصومالي آدكو بابي دابيتي كد إلهان قدر قاد قفك هاي إله قدر قاد قفك حنون كاس هاي وحق بهانتا أكل يراشين كاد عندي أنا بالانس غريس just balance فروت كون لك حلوة وحياة ما لها عبد الله بير وكل شيء ما عرفت خطرت هذا اللي هذا حلوة ذا لو عاف ماذا سبقة كجرة وحس واسك شيء كون وحلو بهاي إن أتكفوا جاتن وحياة بها معاك يقول يا يس إيدو كل سكير تابو لكن أنت كلا والله ما جه رقيس وين وجيت كلا ده هاي قرها أد برخيص فيها وواحد جر السوق يذا حد المجال ده دا مرت قدرته أد رخيص وتان فروت كأد رخيص فيها وحاسدت كان سكعبا وان كونوا لي وان كون رخيص لكن سلابة كيل هي لب طبعا كيل هي لب هافنا في جه على سكعونا وان لو حنون سنة سبحان الله إلى عاف مثلا وده السياسة عبي وهبيني مجمعة وأفر لما تنك الشوال كل أفر بخلا فرت إشنته وطبعا كهبيني ما وقتي جم مجال ده لندن أسعبتها آمنة برواقه يحفظ الله إن شاء الله أنا أدين كل سحريري دادك أهلو خيرك سو كاقب خاتر لما يسترك مسجد كاسي واقب قبو مالين تبري الدبولك يا رب العبين مارك لدبول الله ودحدن اللمذة دي فيه هير في روحي قارين والله العظيم ما إدي مشاك وحن كو إيرين ما دام هذا مسجد لدبولي وبرت لدبولي ما أنت عيلك بيها بيها وصوصا هوي صومالي يحفظ الله والله العظيم فرحد يقوين مانتا أي إهد مركة لإيسو در عيلكا سبيه شقيني والله العظيم I'm very very happy today وايو ما في لنينين دق دقة أي رقاني أو مسؤولية داس إيقا قادين رنتي أهدا أو فرحين والله العظيم مجدا سالم واحد يرين بي واكا سواق شبني بارك الله فيكم ديني مليا وحساب صوتو رايا وديني مدي إن شاء الله قوادي العقدة يسول دي ودي ديني مدي حسبات هم كنت ساعيل كي واكوري ويل كي واكاس كنترول واكنترول برقدين ويرتاي واكا وانكبو حسني بإذن الله بارك الله That's the proof مركا إذن الله يعني وحول بحق وخورح بديهين كلير تاس يا كنيسة وحاوي مسجد كان ما شاء الله فنتي حلقي اي عيالك خذاين وددس كم الساكنة عيالك حلقي اللي خذاي واقع مركان
وحول البكالوريا وحول كالخرنا يملها طبعا بان هذا اللي تسد أسرع طبعا كسرت ويحي إنترست كأنا اللي جوجي إن شاء الله الباب إذا السنة مركا لا ركبي نوالدين سوق بنيه قف كستو رك ديبين وحوي ولا سبع سنين حسب توصي إلى هذا الحفل هذا ما سنتين انت وقت جيني سيسين اسحبت السنغال كان كان يقول السحر تقيبت مسنجر كان يقول السحريره يا الى هذه البركه الى سبحانه وتعالى سنكن السلادين السجودين ركوعنا اقبل انا وسالم دورا انت نور كان امت لمدا واد وقرح بدن انكو كل مدون اسحابي هذا ايه سبحانه وتعالى لكم وحنسكو دفنا وهو بلا توفيق السلام عليكم ورحمه